أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله منامكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين المتابعين للقناة، وأشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة اللي بشوفها على القناة، وأهلا بكم برضو أعزائي المشاهدين اللي لسه بيشوفونا لأول مرة على القناة، ونتمنى إن أنتوا تنضموا إلينا للقناة وتعجبكم لقاءاتنا إن شاء الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة في لقاءنا مع بعض عن تفسير رؤية جديدة، وهي تفسير رؤية النداء إلى الله في المنام بقول مدد يا رب مدد. وعايز أقول ليكم إن القول ده ما بيطلعش في الحقيقة من أي شخص إلا لما يكون طالع من قلبه وطالع بشوق ولهفة من الإنسان ده لأشد احتياجه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي اللغة العربية كلمة مدد بتعني معاني كتير، وأفضل معنى ليها هو العون والزيادة والغوث. يعني اللي بيطلب من الله المدد في الحقيقة هو بيطلب من الله العون، وبيطلب من الله الغيث أو الغوث. يعني بمعنى أصح كأنه بيقول لربنا سبحانه وتعالى الحقني يا رب، انقذني يا رب. يعني برضو معناها انه بيستنجد بالله سبحانه وتعالى علشان ينقذه من اللي هو فيه. معلش طولت في توضيح كلمة المدد علشان الناس تقدر تستوعب معايا تفسير رؤية مدد يا رب مدد في المنام. وبالتالي اللي يشوف رؤية في المنام ان هو بيقول او بيكتب او سمع مدد يا رب مدد، فدي دلالة ليه انه انسان تقي، وانه انسان بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، ودايما لا يلجأ الا الله الا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول له ابشر، ان من كان الله سبحانه وتعالى سنده لا يهزم ابدا، ودايما ربنا سبحانه وتعالى معاه بينجيه في جميع المواقف مهما طالت معاه المواقف. ده طبعا بالنسبة للرأي، والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. وقول مدد يا رب مدد فهي في صورة دعاء، وبالتالي رؤيتها في المنام ينطبق عليها تفسير رؤية الدعاء في المنام. ولكن قد يكون الفرق هنا ان سرعة تحقيق الرؤية او سرعة تحقيق الدعاء طبعا نظرا لشدة الطلب من الله سبحانه وتعالى، لان الدعاء فيه طلب استغاثة من الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة بتتطلب نجدة سريعة، وهي تحقيق رؤية الرائي باستجابة دعائه بسرعة في فترة صغيرة، وان الله ان شاء الله يمده بالمدد اللي هو عايزه في الحقيقة. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. وبالتالي اللي يشوف رؤية في المنام مدد يا رب مدد، سواء هو قالها كتبها سمعها، ويكون على الحقيقة مديون ومش قادر خلاص يسدد دينه وداق عليه الخناق، ويا إما زي ما بيقولوا يا إما الدفع أو الحبس، فدي دلالة ليه من الله سبحانه وتعالى إن الله سيمده بأي شيء ينقذه وينجيه ويغيثه من الأمر ده، سواء إن أرسل الله له حد يسد دينه، أو إن الله خلى الديانة يصبره شوية، أو أي شيء يعطل الأحداث لحد ما الرائي في الحقيقة يجيله المدد من عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. وكمان المريض اللي اشتد عليه مرضه من حيث الوقت
وكمان اشتد عليه مرضه من حيث الألم، ولا قادر يستحمل طول المرض من نفقات العلاج، ولا كمان قادر يستحمل طول المرض من شدة آلامه. وشاف رؤية في المنام إنه بيقول مدد يا رب مدد، أو شاف رؤية في المنام إن هو سمع مدد يا رب مدد، أو شاف رؤية في المنام إن هو بيكتب مدد يا رب مدد. فدي كلها دلالة ليه من الله سبحانه وتعالى إنه سيمد الرائي ويغيثه من طول المرض والألم، إما بالمال علشان يتعالج، أو إما بالشفاء العاجل من عند الله سبحانه وتعالى. أو قد يكون المدد من عند الله أن يلهمه الله الصبر على ما هو فيه، وطبعا يبقى هنا نقول له وبشر الصابرين. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. طيب، وبرضو المرأة المتزوجة اللي لسه الإنجاب متأخر عليها، إن شاء الله ربنا يعطيها ما تريد. أو كمان طبعا الرجل المتزوج اللي لسه برضو لم تحمل زوجته بعد، وحد منهم شاف إنه بيقول في رؤية في المنام، أو بيكتب أو بيسمع مدد يا رب مدد. فدي دلالة للرائي، وكمان بشارة ليه من الله إنه في القريب العاجل إن الله سبحانه وتعالى هيمده بما يريد، وهو الخلفة أو الذرية الصالحة إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. وكمان الشاب الأعزب، وكمان الفتاة العزباء، وكمان برضو معاهم المرأة المطلقة، إن شاف أي حد فيهم رؤية في المنام إنه بيقول مدد يا رب مدد، وكان نفسه في الحقيقة في الزواج والسترة، فدي دلالة ليه إنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل ربنا سبحانه وتعالى هيمد الرائي بطلبه وباللي هو نفسه فيه. إن كان عايز زوجة جميلة ومهذبة سيمد الله بيها، وإن كان عايز يتزوج من إنسانة بيحبها وبتحبه فبرضه ربنا سبحانه وتعالى هيساعده وينوله غرضه ويتم زواجهم. ودي بتبقى غالبا لما يكون الرائي في الحقيقة أهله أو أهل الإنسان اللي بيحبها مش موافقين على الجوازة دي. وكمان بالنسبة للمرأة المطلقة سيعطيها الله طلبها ويمدها بزوج يتولى جميع متطلباتها ويتولى جميع أمورها في الحياة ويعوضها عن ما فقدته ولم تجده في زواجها السابق، أو يعني مع طليقها. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. وتمام كده أكون خلصت لقاء النهاردة عن رؤية أو تفسير رؤية مدد يا رب مدد. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.